الشهور التي أحبها الله وعظمها نستشعر فيها النفحات والقرب واستجابة الدعاء. فالحمد لله على هذه المنح، والحمد لله على هذه المنن الكبرى التي نالتها البشرية، لا أقول فقط المسلمون بل نالتها البشرية بحب الله عز وجل لعباده. وفي هذه المناسبة والموسم الجليل الكريم يأبى الخوارج ويأبى كلاب النار إلا أن ينغصوا على المسلمين فرحتهم طبعاً. ويكدروا عليهم صفاءهم بما يفعلونه من سفك الدماء المحرمة، سفك دماء إخواننا الأبرياء المسيحيين، سفك دماء الأطفال. الأطفال هؤلاء كما نقول يعني هم لا ذنب لهم، الأطفال هؤلاء لا تكليف عليهم. هذا الطفل يعني عصفور من العصافير، عصافير الجنة. هذا الطفل قريب من الله عز وجل، فكيف وهم ذاهبون لعبادة من عباداتهم أو لفسحة من فسحهم أو أي ما كان، يغتال هؤلاء المجرمون كلاب جهنم أرواحهم البريئة الطاهرة. ولذلك لا نستغرب عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني، من آذى ذميا فقد آذاني. وقد رأى بعض الصالحين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تدمع عيناه في هذه الحادثة الجليلة التي تنم عن فقدان للإنسانية وفقدان لكل احترام للآدمية. يعني إن هي إلا إبليسية محضة، إبليسية تلك التي تنتهج سفك دماء الأبرياء، تلك التي تتطاول على خلق الله عز وجل في هذه المواسم الشريفة وكأنهم لا يعيرون التفاتا لا لأيام الله ولا لحرمات الله ولا للنفوس البريئة ولا يلتفتون إلى ذلك. ولذلك ما أبلغ ما سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصفهم فقال: كلاب النار، كلاب جهنم. في واقع الأمر برغم هذه السعادة بحلول شهر رمضان إلا أن في النفس هذه الآلام وهذا الجرح الغائر. يعني كيف تمتد هذه الأيادي إلى الإنسان، الإنسان بالمعنى العام الشمولي، لتهدم بنيان الرب؟ أليس الإنسان بنيان الرب؟ بلى. يعني في الشريعة الإسلامية علمنا الإنسان يعني متجاوزين المسلم المسيحي البوذي، الإنسان عندما خلق الله عز وجل سيدنا آدم بيده أسجد له الملأ الأعلى، فكان سجود الملائكة لسيدنا آدم رمزا لاحترام الإنسان ممثلا في سيدنا آدم أبي البشر، وكان نكوص إبليس وإباؤه وامتناعه عن السجود لآدم رمزا لاحتقار الإنسان. فمن احتقر الإنسان وأهانه فهو على طريق إبليس، لا علاقة لهذا بالأديان، إنما هي عقد نفسية وأمراض وأحقاد كما قال الله عز وجل: وهو ألد الخصام. هم يخاصمون أنفسهم، هم في مشكلة مع ربهم، هم في مشكلة مع دينهم، هم في مشكلة مع الواقع ومع العلماء ومع كل شيء. ولذلك مقتهم أهل السماء والأرض. ولذلك جاء في حديث الطبراني: يتأذى بتكبيرهم أهل السماء. يتأذى بتكبيرهم، التكبير ذكر شريف تخضع له الدنيا، لكن هؤلاء لما صدر هذا التكبير من قلوب سوداء قاسية لا تعرف إنسانية ولا رحمة تأذى به أهل السماء. ولذلك يعني نسأل الله عز وجل أن يذهب كيد هؤلاء ويردهم في نحورهم، لا ينالون منا ولا من المسلمين خيرا، إنهم إلا صنيعة الأعداء.